وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عماد الدين المنتصر، عضو مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان. ورحب بك سيد عماد. تحركات ومطالبات دولية كثيرة بضرورة استئناف تصدير النفط، ولكن لا يوجد لها أثر فعلي، لماذا برأيك؟ أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين. لأنه لا يوجد تصميم دولي على معاقبة هؤلاء المجرمين. مجرد إبداء القلق كما تعلمنا نحن في نعم سيد عماد. نعم تفضل. عفوا. فطالما أن هذا أن هؤلاء وزراء الخارجية أو غيرهم لم يحددوا كيف يكون التعامل مع من يوقف إنتاج النفط من ناحية قانونية حقوقية، فلن يكون لهذه التعليقات أو هذه التصريحات أي تأثير. إن كانوا صادقين فعليهم أن يخاطبوا لجنة العقوبات في الأمم المتحدة حالا ويطالبوا بإدراج خليفة حفتر ومن معه على لائحة العقوبات. عليهم أن يكفوا عن تعطيل إجراءات محكمة الجنايات الدولية. هناك ضغوط دولية تمارس على المحكمة حتى لا يلاحق خليفة حفتر شخصيا. فإن كانوا صادقين عليهم أن يقوموا بإجراءات عملية، وكذلك على حكومة الوفاق أن تقوم بمسؤوليتها وأن تكف عن هذا الصمت، عن هذا العجز، عن هذا التقاعس. هناك خيارات عديدة عليها أن تقوم بها حتى لا يستفيد خليفة حفتر من هذه الجريمة كما استفاد من غيرها من الجرائم. طيب كيف يمكن لحكومة الوفاق أن تتعامل في ظل هذه الظروف سيد عماد؟ حتى هذه اللحظة لم تتخذ الخطوات القانونية السليمة. ليس هناك رسالة موقعة من قبل فايز السراج يطالب بها المحكمة الجنائية الدولية أو لجنة العقوبات الدولية باتخاذ إجراءات حيال خليفة حفتر. ليس هناك تعامل مع الدول التي تدعم خليفة حفتر. هذا كلام هو ليس جديد علينا، ذكرناه سابقا. طالما أن الدول التي تدعم خليفة حفتر وبطريقة غير مباشرة تدعم إغلاق النفط الليبي، مصر، الإمارات، فرنسا، لازلنا نحتفظ بعلاقات دبلوماسية ودية معها، فسيستمر في دعم هذا الإجراء الإجرامي. هذه بديهيات لابد أن نقوم بها، لأن خليفة حفتر استفاد من وقف ضخ النفط من ناحية ضغوطات كبيرة جدا الآن على حكومة الوفاق. بعض الأطراف الدولية تنادي الآن بإخراج كل المؤسسات السيادية خارج طرابلس، لأن حكومة الوفاق لا تستطيع أن تدافع، لا تستطيع أن تتعامل مع هذه المؤسسات بطريقة سليمة. فالحكومة ستخسر المزيد من النقاط في هذا الصراع إن لم تقم بما يمليه عليها الواجب.